مجمع عقابه بلى قادرين على أن نصوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيام يوم القيامة فإذا برق البصر فخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي قيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق فلا إلى ربك يومئذ المساق فلا صدك ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان خلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم.